بعد جدل واسع اتفق ممثلو 197 دولة مع الاتحاد الأوروبي التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري المسؤول عن الاحترار العالمي في ختام مؤتمر المناخ كوب 28 في الإمارات. الأردن أعلن اليوم عن تصريحات أو في تصريحات لوزير الطاقة والثروة المعدنية عن التوجه للتخلي عن الوقود الأحفوري، والسؤال اليوم ما مدى قدرة الدول على التخلي عن الوقود الأحفوري في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية. هذا محور حديثنا مع خبير الطاقة فراس بلاسمي، أهلا الذي ينضم إلينا عبر الهاتف. أهلا بك سيد فراس. أهلا وسهلا فيك. بداية، ما هو الوقود الأحفوري وهل هو السبب الحقيقي في الاحترار العالمي؟ طبعا الموضوع له أبعاد علمية، له بعد علمي وله بعد سياسي واقتصادي. البعد العلمي لازم نعرف الغلاف الجوي أو غازات الغلاف الجوي من إيش تتكون حتى ندخل تدريجيا على البعد السياسي والاقتصادي. غاز النيتروجين بشكل 78% من غاز الغلاف الجوي، الأكسجين بشكل 21%، معناته 99% من غاز الغلاف الجوي نيتروجين أكسجين. باقي الغازات بتشكل بس 1%. من 1% هاي 93% منهم غاز الأرجون، وغاز ثاني أكسيد الكربون بشكل 0.04، يعني 4%، وهي نسبة ضئيلة جدا جدا جدا. عشان هيك لما نيجي نحط مع انه غاز ثاني أكسيد الكربون عنصر مهم جدا لعمل التوازن البيئي، وخصوصا لموضوع النباتات والأشجار والغابات والأمور هي كلها وما يتعلق بالزراعة، عنصر كثير مهم. نعم سيدي. ومع ذلك نسبته بالغلاف الجوي هي نسبة ضئيلة جدا. نسبتنا إحنا البشر من 4% نسبتنا 2% بس، معناته إحنا نسبتنا تأثير البشر بكل صناعاتنا، بكل مصانعنا، بكل سياراتنا، بكل ما وصلنا له من تكنولوجيا نسبتنا ضئيلة جدا، صفر تعتبر، ما إلها أي تأثير. نعم. على البيئة. نعم سيدي. سيدي، هل التخلي عن الوقود الأحفوري قرار سياسي أم قرار اقتصادي؟ علميا ما إله أي دخل، ما إله أي تأثير على البيئة ولا على التغييرات المناخية اللي عم بتصير. هو قرار سياسي ذو أبعاد اقتصادية، أو قرار اقتصادي ذو أبعاد سياسية. الوقود الأحفوري لا يؤثر على البيئة؟ أبدا. على انبعاثات، احنا بنحكي على انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون وتاثيرها على البيئه، تاثيره صفر، ما له اي تاثير. طيب، هل يمكن التخلي عنه والاعتماد كليا على الطاقه النظيفه؟ بالتكنولوجيا الموجوده حاليا ممكن التخلي عنه والاعتماد على طاقه الشمسيه وطاقه الرياح المتوفر حاليا، ممكن الاعتماد، بس طبعا هذا الحكي بده شغل على البنيه التحتيه لعشرات السنوات حتى يتم التحويل من على الطاقة المتجددة. نعم. طب ماذا بالنسبة للأردن؟ هل يمكنه الاستجابة للدعوة العالمية والاستغناء عن الوقود الأحفوري؟ طبعا هذا مش بس على الأردن، على كل دول العالم بنطبق انه ممكن الاستجابة لهذه الدعوة، بس هذه الدعوة بحاجة لاستثمارات هائلة جدا بالبنية التحتية وبحاجة لسنوات كبيرة حتى ممكن نصل لهيك حلول. يعني في النهاية ممكن الاستغناء الكامل عن الوقود الأحفوري. نعم، مع ذلك بأرد بأكد أن الوقود الأحفوري ما له دور كبير، ما له دور أبدا بموضوع التغيير المناخي أو التلوث البيئي الموجود. خبير الطاقة فراس بلاسمي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.